يسعد صباحكم. دلوقتي هقدم لكم طريقة عمل التومية الصيامي. هنحتاج 10 فصوص توم مهروسين، 5 معالق زيت زيتون، عصير ليمونة، 3 معالق نشا، نص كوباية مية. هدوب النشا في مية باردة وأحطه على نار هادية لغاية ما يبقى زي المهلبية. بعد كده هرفعه من النار عشان يبرد. بعد كده هجيب التوم أهرسه مع النشا وزيت الليمون ونحطه في الخلاط. ناخد الكومبوننت اللي هيطلع ده ويبقى احلى توميه بالهنا والشفا. لو عايزينها فطار هنحط عليها طبعا الزبادي والمايونيز. شكرا لكم.